بهالفيديو هنلعب لعبة سويت عنها عدة فيديوهات بالقناة بالماضي وتكلمت عنها كتير بفيديوهات التوب 10 وأتحداكم حد يتوقع شو هي اللعبة. هنلعب ببجي موبايل. أنا وبيوتيوبر عربي في اللعبة عاد إليكم من جديد. مثل ما بتعرفوا سويت عدة فيديوهات ببجي موبايل بالماضي وكانت كلها شغل طقطقة واستهبال لأني ماني محترف باللعبة إلى الآن، يدي مو ماخدة على ألعاب الجوال. بس بهالفيديو جبت صاحبي اللي هو رغيد اللي هو كمان نوب وحتى ممكن أنوب مني وسوينا تحدي، دخلنا مع بعض جيم وعلى أساس مين يقتل أكثر هو راح يكون الفايز. ففيديو خفيف بسيط إن شاء الله يعجبكم، بس قبل اللي يبدأ الفيديو شوفوا معاي هالشي. الفيديو برعاية ببجي موبايل وأظن واضح هالشي من الخلفية اللي وراي. موجودين على بعض وانا الهيبة بالسبراي على البلادي اوه عم تقدر تخلص على بلادي وهون عنا اخوة النانج الرعد مبروك الرعد قاعد صراحة الرعد ناطر والسبراي مرة جيدة بس هالمرة السبراي عم بيخرب ايش صار يا اوفي مش لوقت طويل لانه هون الوفي عنده الانجل مش معقول الجيك وصل على الساحة ليجيب الكل الغير متوقع على الأوبي وبالتالي هون الجيك عارف اكزاكتلي وين يجي يب اللي شفتوه صحيح، أنا قاعد أعلق على بطولة للعبة ببجي موبايل. الأسبوع الماضي تم دعوتي من ببجي موبايل لإيفنت أو حدث بيت ذا هيت أو تصدى للصيف. الحدث كان بدبي والحلو فيه إنه الحدث كان للمجتمع، مو لليوتيوبرز، مو للمشاهير، لا للمجتمع للاعبين. حطوا رابط، إجوا ناس عاديين شاركوا ودخلوا وشاركوا ببطولة على جوائز رهيبة. وأنا كنت قاعد أعلق على البطولة قدام اللاعبين، كان شيء جدا رهيب. فإذا بدك تعرف تفاصيل أكثر عن هالحدث والتغطية اللي سويتها راح تلاقيها موجودة أسفل الفيديو على الإنستغرام. فيلا خلنا نروح ونلعب مع بعض ببجي موبايل. أوكي شباب، دخل حاليا معي رغيد. يا هلا والله. هلا 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 والله بشار، شوف عندي 4 لايكات تحت تجري، مش عارف هذول شو. أما ليش أنا عندي 0؟ حد يحبك. أما ما حد يحبني. يلا هنزلكم بأفضل مكان ممكن أي بشر ينزله. وين نزلتنا في الطين؟ ما هذا مشان نلوت راحتنا. ترى أنا هالماب، أنا هالماب أكثر مكان بكره هذا المكان. لا والله تلعبت هالماب في حياتك قبل هالمرة ليه؟ يا أخي كل ما أنزل هون بموت. ليش شخصيتي بطيء؟ ليش نزلتنا في الطين؟ في الطين أنت دخلتنا على الطين. شوف اللعبة كيف واقعية، بس تمشي على الطين بصير بطيء. ايوه شوف الحين راح اطلع على الزفت اصير اركض بسرعة. كفو يا زفت. تبتعرف انا اعدادات اللعبة عندي حاططهم كأني برو هيك ماسك التليفون كلو. انت كيف بتطخه باي اصبع؟ بالاصبع الكبير ما بعرف شو اسمه. انت بسمي باللي هو بتتشهد فيه يا راجل. بكبس عليك انا R2 ولا R1 بالسوني. يعني انت محترف ببجي موبايل اذا هيك. لكن راح تفرق. ولا شو مفكر انت؟ يعني انا معدل على السيتنجز يعني اذا فزتني بالتحدي يعتبر شيء عادي، يعني انت محترف. لو انا فزتك يعتبر اني دعستك. اوه تعال 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 في فايت في فايت في فايت في فايت مين صح؟ الله في واحد هنا؟ اول قتله يا وحش. انت لا لا بشار خلي لي هذا. لا لا مين شاله مين شاله مين شاله
مو انا ولا انت؟ طيب خليني اشيل الثاني. لا مو انا ولا انت. وين الثاني؟ وين الثاني؟ اوف ايوه ذبحته حتى لو مو بذبحه. لا تقول انت مت؟ وانت فرعون لك شيله. وينك وينك؟ منسدح ومنسدح. سدح. لا 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 بنته بنته مش ملبسها فلوس مش ملبسها ملابس. ذبحته ايوه ابو عليك. انا جنبه مع انه فيني خليك تموت افوز بالتحدي بس هذه ليست من شيم المنافسه. رغيد 3 كيلز انت انت في خطر. ترى انا داخل اساعدك داخل سبورت. لا هيك اتفقنا تحدي بدايه الجيم قال داخل سبورت. بشار عم يطخوني. يلا سبورت عم يطخوني انا كمان. ذبحته 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 ما عليه زلمه كلهم قلت لك كلهم بوتات بيجوا قدام. طيب البوتات كان هيذبحوك. كلهم بوتات والبوتات قتلوا. اوه لا 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 عاصفه عاصفه انا دخل يا ليل تخيل اموت من العاصفه. يعني بشار مين اصير شيل السلاح من ايدك عشان تركض بسرعه. كيف بس على السلاح؟ اما يا بشار قلت لك انا حريف وبعرف هالاشياء. هاي اوه الاثنين اللي معنا ميتين باقي انا وانت بس. اطمر توليت موت. لا 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 هذا بوت صح؟ ايوه عادي قلت لك يا رغيد خمس قتلات يا مخضرم خلاص ترى انا ماشي وراك وبحميك. كتر الله عم بحميك اصلا. كتر الله خيرك. يلا اول جيم انتهت مهلة استجابة خامد. نعم فصلني انا. اي والله رجعني على المباراة بس واحد عم يطخ علي هي وانا بالعاصفة. لا هذا ظلم هذا ظلم. لو متت صراحة هاي مو محسوبة. بشار يا بشار طلعني يعني هي طلعني ورجعني وانا بالعاصفة ولا وفوق هيك واحد عم يطخ علي. يعني والله لو ضليت عايش بكون تاني العب واحد بالعالم بهاللعبة. حلو الماب والله هذا غير الماب الاصلي. كيف في دروب في دروب نروح عليه لما نلاقي ناس بتات هيروحوا على الدروب. بشار يا بشار اللي ضدنا لاعبية بتات. اوه في طخطخة في طخطخة. امشي امشي على الفايت على الفايت. الله يلا اسمع هذا والله عراقي علم العراق بشار انتبه. شو يعني عراقي يعني لعيب؟ اه عنصرية يا فكرة. شفته هذا بشر بشر اسمع مدمجه والله مدمجه كثير. كافوا عليه بس على فكرة انا سويت 90% من الدمج يعني بس هذا انسان والله. مش حشيلك مش حشيلك. هي اصلا مستحيل تعديني بالكل على كل الحالات فخلنا نجيب الوينر وينر تشيكن دينر. اي بي انا قتلت عراقي انت قتلت بوت. يعني يساوي خمس اربع بوتات خمس بوتات ولا ايوه مالك على كيفك الحسبه. هي 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 هناك طخطخ طخطخ علي. في واحد سنايبر عم يحاول يجيبني وليك بعيد. هذا بشر هذا بشر 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 ضربه واحده شال شلي الهيلث كله. انا مكمبر عم معبي هيلث. شفته انت شفته 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 ايوه بس عم معبي هيلث. قتلني متت مشان احط لك اشاره. سايلنسر هو سايلنسر سايلنسر متت. وانت متت؟ لا موجود موجود. شوف رغيد انت عليك اثنين لو قتلتهم الاثنين ما هتجيبني فخلص جيف اب. بس لا. نفوز الجيم خلاص يعني؟ لا لا خلاص خلاص لا عفوا كمل كمل كمل. هذا املك الوحيد. هاي الصخرة ايوه اظن هاي الصخرة. لا لا مو هاي لا لا. ايوه 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 ايوه, أيوة. هلا انت 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 انت, انت انت شايفه وهو مو شايفك باقي الايم بس. فينك تجيبه ولا الايم بطاطا؟ كمل لما يكون في ثلاثة. ايوه ايوه كمل. تمام لما يكون في ثلاثة شو؟ يكون في ثلاثة يلي بيطخ اول. ايوه هذول مع بعض الاثنين يعني اثنين اثنين اصحاب يا اخي. والله وش اسوي ذا والله تم دعسك. الدمج اعلى منك اكيد.
فأي شباب هالفيديو لليوم، أتمنى يكون عجبكم. أتمنى نهاية الفيديو لا تنسوا تعطوا الفيديو زر اللايك وشاركونا بالتعليقات، بدكم فيديوهات أكثر من ببجي موبايل بالمستقبل ولا لا؟ وبس، كان معكم شركيال شركيكيش، كم جهات ثاني إن شاء الله. مع السلامة.